هي تعتمد على أنه أحد من الفانز تبعي أينما كان في أي مكان في العالم بيغطي لنا العادات الرمضانية والعادات تبع البلد وجزء من تراث وتاريخ البلد في أي مكان في العالم، ويبثه من خلال سناب شاتي أو الحساب الخاص فيه عبر سناب شات للعالم، فتصير الناس تتفرج. والبداية كانت من السودان. السلام عليكم، كل عام وانتم بخير، وإن شاء الله ينعاد عليكم بالعافية يا رب ويديكم العافية إن شاء الله بإذن الله. الليلة حتشوف معانا حاجات حلوة ونتمنى تسعدكم وكذا. ومع أنه فريق هالبلد واجه بعض المشاكل خلال التغطية بسبب حظر وقلة استخدام تطبيق سناب شات بالسودان، إلا أنه نجح بشهادة بلقيس ومتابعينها أنه يعرفنا على وجه آخر لهالمدينة. أقدر أوضحها أنه دي ما الأجواء بس في القيادة، دي الأجواء في عموم السودان، أنه الناس كلها لما تجي تفطر بتفطر في الشارع، بتفطر مع بعض، بتفطر سوا. يمكن أغلب الناس اللي هنا قاعد تفطر مع بعض ما بيعرفوا بعض. ومن الخرطوم سافر جمهور بلقيس لباكستان مع فريق حرص أنه ينقل معالم ومظاهر هنقر. تعتبر منارة باكستان أحد أهم المعالم التاريخية في باكستان. بني هذا المسجد في عهد المغول، ثم بعد ذلك وبعد سيطرة السيخ على باكستان تم استخدام هذا المسجد من قبل المهراجة رنجيت سينغ كاسطبل للخيول، واستخدام حجرات المسجد كمكاتب لقادات الجيوش. اللي غطى لي من باكستان كان شابين مبتعثين يمنيين، الحقيقة أنه كان شرحهم وافي وكافي ومفصل ورائع جدا، فأشكركم بدوري على هذا الاهتمام، وأتمنى أنه يكون سنابي ذا متعة وفائدة خلال الشهر الكريم. شكرا لكم، يعطيكم ألف عافية. وهالتغطية تخطت باكستان ووصلت لحدودها. بنحاول نغطي لكم إن شاء الله اليوم العرض العسكري الذي يحصل بشكل يومي هنا في الحدود بين الجيشين الباكستاني والهندي. انبهرت بلقيس بهالتغطية وشكرت الطلاب على مجهودهم، قررت تأخذنا بجولة جديدة لمدينة بتحمل بشوارعها الكثير من الفرح. ويمكن أكثر شيء لفتنا بتغطية الإسكندرية كانت كمية الفوانيس واللي بتعتبر الرمز الأبرز بشهر رمضان بمصر. ومن نفس القارة بأفريقيا نقلت نوال الحيدري تغطية لكيب تاون اللي بتتميز بمناظر طبيعتها الخلابة، وحتى شفنا السوق المعروف بالجرين ماركت. بس يلي لفت نظرنا كثير هو أول مسجد بجنوب أفريقيا. ومننتقل لقارة أوروبا وتحديداً لندن، والحلو بهالتغطية إنه منشوف بهالبلد التنوع الديني والثقافي. وبمناسبة شهر رمضان بأحد الحدائق بلندن بيتم نصب خيمة بتستقبل كل الصائمين. وأكيد وراء هالمسابقة جوائز عديدة، والجمهور اللي بدأ يتابع هالفقرة وكأنه قاعد يتابع مسلسل رمضاني كان له الحق باختيار الوينر. الأسبوع الأول تفوز فيه، فبالتالي يعطيهم ألف عافية، وأنا أهلتهم لنهائيات التصفيات. زي ما قلت لكم في عندنا ثلاث فائزين في نهاية الشهر. حبيت أنه هذه المرة أعمل تحفيز بأنه يتأهل كل أسبوع مشترك فاز بأفضل تغطية، وبعدين في التصفية النهائية راح نختار الأفضل ثلاثة.